السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية وخير دايما يا رب. الفيديو دوت سريع، انا بس رسالة صغيرة عايز اقول لكم ايه الفرق بين البادي بيلدينج والفتنس. البادي بيلدينج ترجمة بتاعتها هي بناء الاجسام، يعني كلمة كمال الاجسام ديت كلمة مصرية شوية، لكن كلمة ترجمة بتاعت كلمة بادي بيلدينج هي بناء الاجسام، ان انت بتبني جسمك، تمام؟ كلمة فتنس يعني لياقة، يعني واحد عنده لياقة. خلي بالك ان الفتنس مش شرط يبقى بادي بيلدينج، الفتنس مش شرط يبقى بادي بيلدينج، بس البادي بيلدينج لازم يبقى فتنس. يعني ما ينفعش ان واحد بادي بيلدر عنده عضلات حجم ما شاء الله ما عندوش فتنس، ما عندوش لياقة، تمام؟ لكن ممكن واحد فتنس عنده لياقة في جسمه بس مش بادي بيلدر، ما عندوش حجم عضلات كبير. وصلت؟ انا بكلمكم على تعريف البادي بيلدر الخاص بينا احنا، يعني البادي بيلدر في وجهة نظرنا او تعريفنا في الوسط بتاعنا معناه اللاعب اللي هو بيروح جيم عشان خاطر يكبر العضلات بتاعته. اللاعب دوت ما ينفعش ان هو ما يبقاش فتنس، يعني لازم يكون عدى على مرحلة الفتنس. الفتنس يعني لياقة، يعني اقدر لازم اقول لك مثلا تعرف تعمل ضغط، لازم تعرف تعمل عقلة، لازم تبقى مرن في حركتك، مش تيجي تطلع سلالم تلاقي نفسك بتنهج. دوت الفتنس، ديت اساسات الفتنس، ان انت عندك يبقى عندك لياقة. طب بيختلفوا في اسلوب التدريب بتاعهم؟ عايز اقول لكم ان الحقيقة يا جماعة ان مفيش اي اختلاف بين اسلوب التدريب الخاص بالفتنس وبالبادي بيلدينج، الا في حاله واحده بس، ان لو الفتنس اتخذ طريق مختلف عن طريق الجيم. يعني مثلا الناس اللي بتلعب كروس فيت مثلا، ديت اسلوب تدريبهم اصلا مختلف عن التدريب اللي في الجيم، فهو ممكن يعمل جسم فتنس عن طريق الكروس فيت، تمام؟ لكن لو الاثنين دخلوا الجيم، الاثنين جوه الجيم، واحد عايز يبقى فتنس وواحد عايز يبقى بادي بيلدر، الاثنين اسلوب تمرينهم واحد، الاثنين هيلعبوا بالدمبل، الاثنين هيلعبوا بالبار، الاثنين المفروض انهم يشيلوا اوزان عاليه، الاثنين لازم يتبعوا انظمه تدريبيه وانظمه غذائيه. فكره بقى ان حد يقول لي مثلا لا ده البادي بيلدر بيزود في الكربوهيدرات والفتنس ما بياخدش كربوهيدرات والكلام ده، كل الكلام ده فاكس. الاثنين بيلعبوا وبياكلوا وبيتغذوا على اساس ان الاثنين عضلاتهم تكبر. بس اللي بيفرق في المقام الاول بين الاثنين ان الصفات الوراثيه عندهم. يعني في واحد تلاقيه جسمه بيستجيب بسرعة جدا، زي ما اتكلمنا مثلا على الاندمورف، بيكتسب الوزن وبيكتسب الحجم بسرعة، فده بيبان عليه ان هو بادي بيلدر، ده حجمه زاد. بعكس مثلا الاكتومورف، ان هو لو اتمرن جسمه بيشد بس جسمه بيبقى صغير سمباتيك كده، هو ده اللي احنا بنقول عليه ده فتنس. ممكن برضو فكرة الناس اللي بتقول ان الفرق بينهم ان ده بياخد سترويدز، البادي بيلدر بياخد سترويدز منشطات، والفتنس ما بياخدش سترويدز او ما بياخدش منشطات، والكلام دوت برضو غلط. والا ليه الناس البادي بيلدر اللي هي بتلعب في المحليات او بتلعب في المستوى حتى الدولي بس بيخشوا فئه ال 70 كيلو وال 80 كيلو، ليه ما يخشش فئه المفتوح او الوزن اللي فوق ال 100 مثلا، مع ان هو برضو بياخد سترويدز؟ يعني هو بادي بيلدر وبياخد سترويدز، بس ايه اللي خلاه يلعب في وزن قليل؟ يعني في وزن 70 كيلو او 80 كيلو ما يلعب في ال 90، ما بيلعب في ال 100، ما يضرب سترويدز من هنا لبكره، ليه ما يلعبش في وزن اعلى من وزنه؟ لان ببساطه زي ما قلت لكم هي الجينات او هي الصفات الوراثيه. مش هتجيب واحد مثلا زي صفاته الوراثيه زي البيج رامي، زي واحد صفاته الوراثيه زي كابتن انور العماوي مثلا، زي الشحات مبروك، وينفع تقارنهم ببعض؟ الاثنين، ما الاثنين بيعملوا سترويدز والاثنين خدوا الجي اتش، لكن في واحد صفاته الوراثيه او جيناته بتسمح له ان هو يكبر ويوصل لحجم اكبر، واحد صفاته الوراثيه بتخليه قليل او اقل من حجم الشخص التاني. يبقى اول حاجه بنقولها في الفرق بين البادي بيلدر وبين الفتنس هي الصفات الوراثيه. في الصفات الوراثيه هي اللي بتقول لك انت رايح فين او انت هتبقى ايه او انت ماشي في طريق ايه، لكن خليك مقتنع وخليك متاكد ان مفيش فرق لو الاثنين دخلوا الجيم، الاثنين هيتدربوا نفس الطريقة ونفس الاسلوب. ممكن يبقى الفارق جوه الجيم مثلا ان بتاع الفتنس بيركز شويتين زيادة على الكارديو، لكن بيتمرن على الاجهزة وبيتمرن بالدمبلز وبيتمرن بالبار وبيتمرن زيه، وممكن يكون بيشيل اوزان زيها زي اللي بيشيلها البادي بيلدر بالظبط. يعني انت ممكن تلاقي مثلا لازار انجلوف بيشيل اوزان في نفس المستويات اللي بيشيلها مثلا البيج رامي، هتلاقي لازار انجلوف بيضرب سترويدز، وهتلاقي بيج رامي او اي بطل برضه بادي بيلدر بيضرب سترويدز. ليه دوت ما بقاش زي ده؟ هتقولي البيج رامي بيضرب جي اتش، اقول لك اه مثلا، او يعني بلاش ان احنا نتكلم على الراجل ربنا يسهله،
في من البادي بيلدر اللي بيضربوا الجي اتش وخدوا جي اتش، بس برضو في من بتوع الفيتنس اللي خد سترويدز وخد جي اتش. ليه ما بقاش بالحجم ده؟ ليه ما بقاش بالشكل ده؟ فالفيصل هو الصفات الوراثيه. لما يجي واحد اكتومورف، الاكتومورف اللي هو زي ما انا قلت وشرحت ليه حلقه واتكلم فيها عن الاكتومورف، اللي هو مهما ياكل ما بيبانش عليه، فدوت يعني يوم ما بيهتم بتغذيته كويس قوي، بيهتم بالتمرين وممكن ياخد سترويدز كمان، هو ده بقى اللي بتشوفه انت بتتجنن عليه، عضلات بطنه تلاقيها صغننه كده، مكعبات صغننه، هو ده الفيتنس موديل. الصفات الوراثيه عنده سمحت له بده او حققت له ده. لكن ممكن واحد من البادي بيلدر الصفات الوراثيه اصلا عنده الحجم بتاع العضله بتاعه البطن اصلا عنده بتكون كبيره، ربنا سبحانه وتعالى خالقها كده او مكونها كده جوه جسمه. ومن حيث التغذيه ده محتاج كربوهيدرات وده محتاج كربوهيدرات. فكره ان واحد يقول لي مثلا لا ده هو البادي بيلدر بيعمل فتره سيزون، يعني بيبقى في اوف سيزون وان سيزون ودايت سيزون والكلام، كل الكلام ده فاكس. مفيش حد يقدر يعيش 12 شهر كاملين طول السنه محافظ على الدايت بتاعه، مفيش حد نفسيا هيتعب. وانا شرحت قبل كده في حلقه من الحلقات واتكلمت ان ازاي الناس بتوع الفيتنس ان هم بيقدروا يخلعوا من حكايه الفورمه ديت من غير ما الفانز بتوعهم يعرفوا، وازاي ان جسمه ممكن يبوظ وان هو يطلع له كرش كمان من غير ما الفانز بتوعه يعرفوا. دي كانت حلقه سريعه بس عشان خاطر الشباب كانت بتبعت تسالني التمرين دوت للبادي بيلدينج ولا الفيتنس، التمرين دوت ايه؟ مفيش حاجه اسمها تمرين للبادي بيلدينج او الفيتنس. عايز تبقى فيتنس بس عايز يبقى عندك لياقه، العب كروس فيت، العب مثلا ممكن تلعب في البيت، تلعب ضغط، تلعب عقله، تجري، تلعب سباحه، هيبقى عندك فيتنس هتعمل برضه. لكن فكره ان انت بقى يبقى عندك كتف صغير متحدد وعندك شيست متحدد وعندك عضلات بطن ظاهره وعندك باي وعندك تراي وعندك ترابيس وعندك الحاجات دي كلها، لا هتخش الجيم، لازم هتخش الجيم وهتلعب بنفس الاسلوب اللي بيلعب بيه البادي بيلدر. بس الفكره او الفيصل زي ما قلت لك هو في الجينات بتاعتك، الجينات بتاعتك هتاخدك لفين. وخلي بالك ان الموضوع مش بالسهوله دي، يعني ما تعتقدش ان انت يعني هتخش الجيم في 6 شهور في سنه هتعمل فورم البادي بيلدر، لا الموضوع مش كده خالص، الموضوع صعب، الموضوع الناس ديت ما وصلتش في يوم وليله، الناس ديت خدت كميه اكل وكميه سعرات حراريه وكميه يعني استرويدس. ما عايز اقول لك ان الاسترويدس مع كميه السعرات الحراريه اللي بياخدوها هيخلوهم وحوش. فانت ما تعتقدش ان انت يعني هتتمرن باسلوب البادي بيلدر، خد يا راجل اسلوب او تمرين بيج رامي وروح اتمرنه، هل هتبقى عامل زي البيج رامي؟ استحاله لا. كل الاكل اللي بياكله البيج رامي، خد الاسترويدس اللي هياخدها البيج رامي، هل هتبقى عامل زي البيج رامي؟ برضه لا. يلا اشوفكم على خير في حلقه ثانيه، ومحدش يبعت ثاني ويقول لي الاسلوب دوت التمرين دوت خاص بالبادي بيلدينج او خاص بالفتنس وانا عايز اعمل فورمه فتنس، محدش يبعت يقول لي الكلام ده ثاني. اشوفكم على خير، سلام عليكم.